ودلوقتي هننطلق في رحلة في محافظة أسوان. وزي ما انتوا عارفين ان مهرجان مش بس أفلام وعروض ولجان تحكيم، ولكن أيضا تدعيم للسياحة. وإحنا في بلد الحضارة، بلد السحر والجمال، أسوان ما ينفعش يكون فيها وما نوريكوش الجمال والحضارة والسحر. هننطلق مع كل النجوم الحلوة دلوقتي في رحلة مهمة جدا في أهم معالم أسوان. تابعونا حصريا على المحور. الدنيا كلها. هنبتدي زيارتنا بالسد العالي، افتراضا للسد العالي هنعدي على خزان اسوان او سد اسوان، وبعد كده هنزور معبد فيلا او معبد اسيس. وزي ما انتم شايفين احنا وصلنا دلوقتي للسد العالي مع كل النجوم، نجوم مهرجان اسوان لافلام المرأة، وهنعمل جولة معاكم دلوقتي، والكاميرا هتنقلكم كل الاحداث، وان شاء الله تكون رحلة سياحية ثقافية مهمة جدا. تابعونا. نتباهى قدام العالم كله بحضارتنا، بهؤلاء الملكات، بالنساء، بالمرأة في العصر الفرعوني. ما حدش ينسى ابدا القصص العظيمه اللي قريناها في التاريخ عن حتشبسوت او عن كيلوباترا او عن نفرتيتي او عن غيرهم من الملكات. فاحنا هنا في البلد الاساسيه، البلد اللي كان فيها كل ملكات الفراعنه، فنستمتع باثارنا، بحضارتنا القويه، بالمراه المصريه القديمه القويه جدا جدا. احنا أسوان والأقصر فيهم تلتين آثار العالم، فشيء مبهر بالنسبة لمصر أكيد إن احنا قدام العالم كله احنا عندنا تلتين آثار الدنيا كلها. دي نعمة كبيرة ربنا اداها لنا، مع النيل الجميل، مع المناظر الجميلة، مع الطبيعة الجميلة الرائعة في بلدنا. فأنا بقول للناس كلهم تعالوا اتفرجوا على مصر، تعالوا شوفوا أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ واسكندرية وكل مكان جميل في مصر، هتستمتعوا معانا بالسياحة الرائعة في بلدنا. عشان احنا عشان مجدي دلوقتي بيعزموه علشان شاينا وانا شاينا ما تلخبطنيش، عشان انا الغيره واخلاني دلوقتي من اليابانيه، هتغني من اتغيري من يابانيه ايه، وانا اصلا نفس القطعيه شاينا. اولا انت ترجمت لي على فكره جايه تهدي النفوس. طب ترجمي لنا الصيني كده، قولي لهم قولي لها ايه اللي عجبك. يو ماست كم تو شاينا. خلاص انت رايح شاينا. عايزين نعرف اعجبت بيك في دقنك ولا ايه، ولا افتكرتك جمال عبد الناصر ولا ايه؟ والله بصي انا فجاه يعني الناس دي كلها جايه، ناس سياح لينا يعني، ف فانا وشي احمر. الحق يا مها ده اتكسف يا مها. تعالي اني حلوه اللي اتصورت معايا ما عشان جبت. بس انا ملاحظه نسبه الحاله على الهوا دلوقتي، ملاحظه ان في واحده فيهم سبلت كده في الاول كون عملت بس شاخده بالي يعني. بس ولا يهمك انت صوره الصين العظيم.
نرجع تاني بقى. رانيا جيتي ايام المدرسه هنا ولا ده؟ لا مش ايام المدرسه، لا لا مع بابا. انت عارفه هو اللي كان بيفسر المدرسه، كان كبرنا الفيوم. لا يعني السد العالي، لا عمرنا ما جينا اول مره. لا لا جيت مع بابا زمان جدا. طبعا ده اساس. كنا دايما اصل كانت معروفه اجازه نص السنه الاقصر واسوان، دي كانت حاجه اساسيه يعني. يعني طبعا فين زوجك الغالي اهو؟ ما بيحبش يظهر، بس اول مره تيجي ولا جيت هنا مع المدرسه بقى؟ انا شايفه الكل انت جيت مع المدرسه بقى. انا ما دخلتش مدارس اساسا. طبعا احنا ده كانت رحله سنويه، انا مش فاهم ليه بيلغوها في الجامعات، وحقيقي ده شيء مهم جدا. يعني ده يخلينا نرجع نقول دلوقتي يا بوسي ان احنا نناشد وزير التعليم ان رحله الاقصر واسوان لازم تكون اجباري في المدارس، عشان انا كل الاماكن السياحيه، الهرم احنا رحناها مع المدرسه، كل الاماكن السياحيه رحناها مع المدارس. انا عايز اقول لك حاجه، احنا مره في المدرسه عملوا لنا رحله لسيمة، انا فاكراها كويس قوي، الثلاثه يحبونا وحياة ربنا. انت كنت في مدرسه كانت محترمه يا فاروق. يعني النهارده بقى انت اخترت، انت اللي قررت ان احنا نيجي السد العالي، لان السد العالي رمز من رموز مصر الكبيره، رمز لكفاح هذا الشعب. واحنا سمعنا في الاوتوبيس دلوقتي الغنوه الجميله حكايه شعب، ده احد رموز هذه الحكايه الجميله، حكايه هذا الشعب العظيم الجميل. شعب اللي بيقهر كل شيء وبيتحدى كل شيء وينتصر دائما. يعني احنا طبعا هنتجول وهنروح اماكن اخرى. انت كنت هنا من اسبوعين تقريبا، زرت قبلها من شهر. انت غاوي اسوان؟ انا كل ما اجي الاقصر واسوان بزور جميع الاماكن كل مره، وكل مره بكتشف الجديد، وكل مره بفرح، وكل مره ببقى سعيد وطاير من السعاده. يبقى هتبقى الجايد بتاعنا النهارده في الاماكن الحلوه اللي شفتها، عشان السواح يشوفوها من خلال قنواتنا، قنوات المحور، ويبقوا متابعين ان شاء الله. وباذن الله لما نروح معبد فيلة، هو مشهور كخطأ شائع في مصر معبد فيلة، هتشوفوا شيء جميل وعظيم جدا. وكيف انقذوه من تحت المياه وطلعوه فوق سطح البحر بمساعده هيئه اليونسكو واراده الشعب المصري. انا بشكرك جدا وهسيبك تستمتع بالسد العالي، ويا ريت تاخد لنا اللقطه الحلوه ديت مع السواح. تعال خد صوره بقى معاهم، خش يا فاروق معاهم. يعني عشان يبقى اثبات حاله. انا هبعت ماما الله يرحمها. انا قلت انتوا مع الصينيين ليكوا معجبين في الصين اهو، عشان ما يقولوش ان انتوا بس ايه محدودين، انتوا عالميين اهو. لا الصين دي بلد كبيره. خلوا بالكوا. ونرجع هنا معانا اسالهم ايه اللي عجبهم، ايه اللي عجبهم في اسوان. عشان زي تامي وين لمن كان نجا اسوان تمايون تاي جن هان.你们三观什么？阿斯旺大坝。还有，未完成的方尖碑。你看阿斯旺大坝怎么样？太漂亮了。قالت ايه ترجم؟ انا ما اعرفش الصيني، انا جايباك عشان تبص لي. انا بسالهم دلوقتي، انتوا زرتوا ايه في اسوان؟ انتوا شايفين اسوان ازاي؟ قالوا اسوان كويسه جدا. طب زرتوا ايه في اسوان؟ زاروا اللي هو السد العالي، وزاروا اللي هي المسله الناقصه. فبقولوا ان احنا شايفين السد كويس جدا وحاجه يعني حلوه كده. حاسين هتوديهم معبد فيلا وتوديهم متحف اثار النوبه وجزيره النباتات. للاسف مش موجود، احنا ان شاء الله رايحين بكره معبد ابو سمبل. ابو سمبل ده اجمل حاجه. النهارده كان تعامد الشمس في معبد ابو سمبل، كل العالم كان موجود هناك، حاله من الزحام واقبال جماهيري من كل الدنيا، كان شيء رائع. يعني تعامد الشمس كان لازم يشوفوه النهارده. حظهم بقى كده، احنا اول يوم النهارده في اسوان. يا مها تعالي حبيبتي اقفي معاهم عشان اللي حبايبك اهو، حبايبك اهو. دراتي دراتي دول درات مها، ودول الاربعه عايزين يتجوزوا مجدي. فدلوقتي ايه اللي عجبهم في مجدي؟ سالوا تعالى يا مجدي، يا مجدي اتصوروا مع مجدي. اي تامي ويني ماني بس حاسس شوي جو تايس كل ده يا مها. انتي تركي كل ما اعرف اتقطع. شايفينه وسيم جدا يعني. مأذون اسوان، مأذون اسوان جاهز يا ماما. بيقول مأذون اسوان جاهز.
قلبي يا ناس جالك اربع دول لنا والنبي بتقول زي زي تدا تدا لو باشروني كان كويت الشيخ ونسجر دلوقتي يا مجد انت عامل لنا مشاكل يا مجد. والله انا مش مشاكل والله، بس هي الناس دي جميله جدا وجايين يزوروا يعني اسوان، فاحنا يعني انت بتشجع سياحه يعني على حسابنا على حسابنا يعني شبابنا، خلي شبابنا يشجعوا السياحه. خلاص انا موافقه يا بوسي، مش هعترض، اعمل ايه طيب؟ خلاص السياحه 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 مهمه. قلبك راضي عنك عموما، هيلف هيلف وهيرجع تاني. اظن انت النهارده هتمشي بقى كده مغرور عليها وشايف نفسك. لا والله علشان لا خلص كمان بتعزمه اني واحده فيهم اللي كانت بتعزمه على كافيه قلب كافيه امبارح ده اسمه ايه؟ على كافيه امبارح ده كان اسمه ايه؟ هنحزمكم على كافيه بالليل تقعدوا مع استاذ مجدي. اديله المايك عشان عايز اقول حاجه. عشان زي ما نكون وشو تحيا مصر. اوكي ده تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وشباب مصر انا بشكركم. ضيعنا مجدي، مجدي كسف وبيكسب يعني خجول مجدي. هو خجول بجد يعني، وحتى ما يسلم على حد تلاقيه الاول موطي كده وبعدين يبتدي بقى بيخاف منك. ايوه في طقم كوري خد الله الله طقم كوري. لا 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 طب نقعد بقى نقعد انا وانت نهدي النفوس شويه كده. وقولي لي بقى، هل انت من الستات الغيورين؟ واحنا بما اننا في مهرجان المراه، فهل انت امراه قويه في البيت؟ بصي هو من جهه قويه قويه ما يعني ما اكدبش عليكي، بس هو في تفاهم طبعا وانا متفاهمه طبعا. انا ساعات معجبات بيكلموه بديله التليفون وامشي وعادي بس طبعا احساس الست برضو لما تلاقي حاجه يعني بتقلب طبعا 180 درجه يعني اكيد يعني. يعني عايزه برضو اعرف ايه اللي جذبك في مهرجان افلام المراه، وايه القضيه المهمه جدا اللي انت بتطالبي انها تناقش في السينما المصريه وتكون موجوده في السنه الجايه؟ بصي اولا انا اللي شدني ان ده اول مره يتعمل مهرجان للمراه، فدي حاجه حلوه قوي وحاجه مبشره بجد بالذات للمراه. لان لو تفتكري يا بوسي زمان كانت النجمه نجلاء فتحي والنجمه فاتن حمامه وماجده الصباحي كانوا بيعملوا مع حفظ الالقاب طبعا، كانوا بيعملوا افلام للمراه. لو تلاحظي ان ابتدت الحكايه دي تنقرض وابتدت تبقى حتى على مستوى السينما على مستوى المسلسلات تبقى سينما النجم الراجل ويبقى حواليه ستات بس هو لازم يبقى النجم الاوحد. يمكن اتكسرت شويه مع الفنانه عبله كامل والفنانه ماجده زكي وبعدين فجاه اختفت 180 درجه. يمكن دلوقتي برضو الامل اللي باقي شويه ان النجمه الهام شاهين ابتدت تتبنى الحكايه دي انتاجيا. خلي بالك من كلمه انتاجيا دي، يعني دليل ان هي المواضيع موجوده بس ما حدش بينتج، بينتجوا للرجاله بس. دي فعلا. فلما الهام تتبنى ده وان هي تعمل فيلم للستات وكذا حاجه عن قضيه المراه فده حلو، ده مبشر بالخير مع المهرجان وانها ترقص المهرجان. فاذا هي فعلا الموضوع في دماغها قوي وانها مدعماه جامد جدا. يا رب كل فنانيننا يعملوا كده. انتوا جيل محروم من افلام للمراه ليكوا ومواضيع للمراه ليكوا. احنا جيل محروم من ده فعلا وممثلات محرومه من انها تاخد فرصتها وتعبر عن المراه وقضايا المراه. فعلا احنا جيل محروم من ده. صديقتك امل رزق عامله هاشتاج انها بتقول بتهاجم الشلاليه في الوسط، هل الشلاليه هي سبب ان مفيش ادوار للمراه والتحيز للرجل، ولا الكتاب هم اللي ما بقوش يكتبوا بيلعبوا على المضمون؟ بصي عايز اقول لك على حاجه، هي المساله مش حكايه شلاليه، هي في الاول وفي الاخر رزق. يعني ربنا لو مكتوب لك هتشتغلي هنا هتشتغلي هنا، مش هتشتغلي هنا مش هتشتغلي هنا، ده الف ب رزق يعني. بس حته ان احنا برضو بنعاني ما يعني انا مع امل لو قالت ان احنا بنعاني بان مثلا في رمضان، لا مش شلاليه، هي في رمضان بتلاقي مثلا ممثل هتلاقيه في كل المسلسلات، ممثله في كل المسلسلات. طب ما انا عايزه جديد، ده حتى هو يعني بيتحرق. ده ما يمنعش ان الممثل يعمل عمل وعملين، ده يعني ما يجراش، ما يبقاش السبعة، يدي فرصة لغيره، يدي فرصة لخريجين المعهد. للناس، في ناس اكاديميين قاعدين في بيوتهم يا بوسي وممثلين كويسين قوي، فيدي فرصة للناس دي وفي نفس الوقت نبقى مع بعض. يعني ايه عارفة، اصل هي مباراة تمثيل بتبقى لطيفة في رمضان وكل واحد عايز يثبت نفسه، فليه لا ما نديش فرصة لبعض، وده برضو رزق في الاول وفي الاخر رزق. لكن شلالية ومش شلالية، طب ما
طب ما انا صاحبه كل الناس، ما انا بحب كل الناس، ما مش لاقياني يعني في كل المسلسلات مثلا بتاعت هي المساله مش كده، هو ربنا يعني. اكيد انا هسيبك تستمتعي بالسد العالي. أيوة. واليابانيين دول المهبوشين اللي واخدين مجدي واقفين على الناس. يا تلحقي الحمد لله يا مجدي، ثلاثه اصيل. اقعد يا مجدي، اقعد يا مجدي معايا، ثلاثه اصيل يا مجدي. ويعني عرفت ان مراتك مسيطره، واحنا في مهرجان المراه، فدلوقتي المرأة هي. اكيد طبعا. بص انا مبسوط جدا والله بوسي، يعني ان الناس هنا السياحه ابتدت ترجع، وده حاجه جميله جدا لمصر. يعني ان انت حتى لو الناس يعني معجبه بيكي او ان الناس عايزه تصور معاكي، فده حاجه لمصر في الاخر، يعني مش بشكل احنا واخدينها بشكل فانتازي طبعا. والغيره برضو جميله جدا، بس مها متسامحه يعني. يعني اكيد انت مبسوط من مهرجان المرأة؟ مبسوط جدا، واتمنى ان هو يبقى في الدورات اللي جايه يبقى احسن واحسن. نفسنا نشوف افلام كتيره جدا بتعالج مشاكل المراه، وافلام كمان تغير قوانين للمراه، ده الاهم يعني. ان شاء الله احنا هم اتجمعوا في الباص، هنطلع يلا. ونكمل كلامنا في فيلا. يلا يلا يا حبيبي. عند رمز الصداقة، ورمز الصداقة من الحاجات المهمة جدا، لأن أنا بشوف أن الصداقة أهم حاجة في الدنيا. تابعونا ورحلتنا لسه مستمرة مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وعايزاك يا بوسي تركزي بقى على رمز الصداقة ده، عشان الصداقة اللي بيننا هي الرمز ده. شوفي قوية ازاي، فظيعة. اهم حاجة كده هنبص على مصر كلها، بيقولوا احلى منظر من فوق. قوليلي الصداقة بالنسبة لك هي قوية زي الرمز اللي قدامنا ده؟ انا اعتقد انها اكتر، لان دايما الصديق انت بتختاريه، لكن اختك مش هتختاريها، ابوكي مش هتختاريه، امك مش، يعني الاهل مش بتختاريهم، لكن الصديق هو اختيار شخصي. عايزة اقول لكم على حاجة مهمة، كان اجمل حاجة في حفل الافتتاح رمز الصداقة اللي بينكم وبين نجلاء فتحي، اللي كل واحد فيكم طلع قال كلنا نجلاء فتحي، كل واحد قال انا نجلاء فتحي، فده كان من اجمل الحاجات يا ايناس اللي كانت. طبعا طبعا، وهي نجلاء تستحق اكتر من كده، وكانت صداقه جميله جدا، والحقيقه شفت معاها ايام جميله قوي. رمز الصداقه النهارده ده بيعني لك ايه؟ بيعني لي ان بصي احنا عملنا فيلم عن الصداقه اللي هو دانتيلا الى كل طبعا. صديق فيعني انت عارفه انا بالنسبه لي الصداقه دي زي يعني احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه في الدنيا اصحابك، اكتر يمكن من اهلك كمان، لان اصحابك هم اللي بياخدوكي على الحلوه والوحشه، اهلك على طول عاوزين الكويسه، اصحابك ممكن يمشوا معاكي في الحاجات اللي نصكم. اكيد. تعيش الصداقه، تعيش الصداقه، تعيش الصداقه، تحيا الصداقه، تحيا مصر. نونيا دي هادية ورايقة، وأجمل حاجة فيها إيه؟ تطلع لك كده بهدوء تام كده. أنا بقول تحيا الصداقة، زي قلت لك تحيا مصر. أيوة بص، ما هي تحيا مصر وإنها في السد العالي، إحنا هنا عند الصداقة والمحبة هي مصر. مين أصدقائك المخلصين؟ أنت. غيري. مين اللي بتهديه رمز الصداقة؟ كانت والدتي، ودلوقتي اختي، واخويا، وكل الناس الحلوه اللي قريبين مني. اكيد. الله الله، تعالي بقى شوفي الجمال. يا رانيا، مين رمز الصداقه بالنسبه لك؟ ده رمز لازم نعتز بيه، لانها الصداقه بقت حاجه قليله جدا في الزمن. المستحيل الرابع هي الصداقه. اه بالظبط، يعني ودايما اقول ان اللي يلاقي صديق وفي وجميل وابن اصول يتمسك بيه. زي ما انا متمسكه بيكي كده. حبيبتي انت مش صديقه، انت اختي. يا حبيبتي انا بعتبر واحده من عيله فريد شوقي. أيوه. هو كان دايما يقول دي بنتي اللي ما خلفتهاش، يعني ياما زهقنا كلنا.
بس جميل ان احنا نيجي عند رمز الصداقة مع مجموعة من الاصدقاء المخلصين. ويمكن انا بعتب على الجيل الجديد من النجمات ان هم ما عندهمش الحميمية والحب اللي شفناه على المسرح لنجلاء فتحي والصداقة القوية اللي بين الجيل ده، يمكن الجيل الجديد محروم منه. لا هو واخده الجيل الجديد واخده بشكل مختلف، يعني يمكن الجيل ده اختلافه في انه هو بيعبر عن حبه بشكل واضح، متمسك بصداقته، لان هو عمل تضافر ما بين جيلين. الجيل الجديد يمكن واخد جنب شوية، لكن هم بينهم وبين بعض أصدقاء يعني، فده اللي مش عامل الهارموني مع الأجيال، ودي مشكلة على فكرة يعني. معكم ما زلنا في أسوان ورحلة سياحية ثقافية لمهرجان أفلام المرأة. احنا دلوقتي في رمز الصداقة، عايزة الناس كلها تشوف جمال أسوان، عايزة الناس تشوف جمال الطبيعة، السحر، الحضارة، الجمال، الثقافة، العراقة. دي بلدنا يا جماعة، دي مصر. خليك إيجابي، خليك إيجابي ونشط الإيجابيات في بلدك، خليك إيجابي وانقل الحاجة الحلوة في بلدك، خلي العالم كله يقول تحيا مصر، خلي العالم كله يجي ويعمل سياحة في مصر. احنا بنعمل مجهود كبير، مهرجانات، وبنعمل بنصور أفلام، وبنيجي هنا بكاميراتنا علشان ننقل لكم الحاجات الحلوة دي. كل أصدقائنا في جميع أنحاء الوطن العربي، تعالوا شوفوا الشمس، شوفوا الجمال، شوفوا الطبيعة، شوفوا المناظر الحلوة، شوفوا أسوان، شوفوا الحضارة. احنا لسه معاكم ومكملين، لسه بنشكر في كل جولة إلهام شاهين انها عملت المهرجان ده هنا علشان خاطر نشوف الحاجات الحلوة دي. وبما اننا في رمز الصداقة، عايزة اقول لها انت صديقتي الغالية، واعترف لك من هنا انك من اغلى الاصدقاء مع رمز الصداقة. هنحط تمثال ليا وليكي هنا. انت اجمل صداقة يا بوسي في الدنيا، انت صديقة العمر، حبيبتي وصديقتي واختي، مفيش اجمل منك في الكون. وبعدين الصديق ده فعلا هو اهم شيء في حياة البني ادم، لان الصديق الشيء الوحيد اللي انت بتختاريه بارادتك، مفيش صديق ممكن يتفرض عليك. بتتولدي تلاقي اهلك هم دول اهلك، ساعات دراستك تفرض عليكي يمكن شغلانة يمكن مش انت مختارها، لكن مجموعه فرض عليكي الدراسه دي، الدراسه دي فرضت عليكي الشغلانه دي. في حاجات كتير ممكن تتفرض عليكي في حياتك ما تكونش بارادتك، يعني مش انت اللي اخترتيها، بس الظروف اللي اختارتها لك. اما الصديق هو الشيء الوحيد في الحياه اللي انت بتختاريه، حتى ديانتك ما بتختاريهاش، بتتولدي تلاقي نفسك مسلمه، مسيحيه، يهوديه، حسب اهلك. فالصديق ده شيء عظيم، واحنا النهارده في رمز الصداقه بقول لك انت اجمل صديقه يا فوزي. وانا كمان بقول لك الكلام ده، وهنكمل بقى جولتنا لان لسه هنروح اماكن حلوه. برنيتا وصلح غلطتك يا مجد. دي له برنيتا لبسيها له كده. الله، والله جامده جدا. اهم حاجه ان الواحد هتاخدوا حاجه لاولادكم من هنا، لازم طبعا لازم ناخد ذكرى لعادل واحمد ان شاء الله. واحنا زي ما انت شايفه كده لازم نلبس حاجه من العبق التاريخ بتاع النوبه بتاع اسوان، علشان مصر حلوه، مصر جميله، تعالوا اتفرجوا على السياحه بتاعتنا. مصر اجمل حاجه في الدنيا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ان شاء الله. السوداني او السوداني، هتجيبي ايه؟ وتاخدي لك جلابيه حلوه. ايوه، وبهارات. ايوه، ما
ما تنسيش وتاخدي دوم. الدوم حلو ودوم الدوم جامد قوي برضو قالوا لي وبلح. لا لا اعملي هتعملي شوبينج حلو. الرجيم هيبوظ. يلا الله رانيا خدتي لاولادك حاجات ولا لسه؟ لا انا دلوقتي عايشه دور النوبه دلوقتي لسه واحنا راجعين هنخش الاول نعمل التور عشان ما نشيلش. رجع الله لو يا لو لو لا يا لو دينا لو تيارا ما تلو لي انا قبل ما نمشي من المكان الجميل والبديع ده لازم اسجل مع رانيا واخطف منها سؤال مهم جدا. الكاميرا رفيقة ليها والكاميرا معاها وبتاخد صور فظيعة هي وزوجها، فانا عايزة اعرف بقيتي من هواة جمع الصور جوزي هو اللي علمني، انا ما كانش ليا في التصوير قوي يعني، بس هو عاشق التصوير بيحب قوي يصور يعني، فخلاص تطبعت على الموضوع يعني. بقت عينك حلوه كده زي محسن احمد، بقيتي تلقطي الصوره. لا مش قوي كده، بقيتي تلقطي الصوره. بحاول اجتهد في الموضوع ده. لا بس بجد اكتشفت يا بوسي ان دي حاجه مهمه قوي، الذكريات يعني مع الوقت ما بتقعدي ترجعي للصور وتقولي يا كانت ايام حلوه، الله اتبسطنا هنا، وتحكي وتقولي دي ثروه فعلا. هي ده بتشوفي عمرك كده قدام عينك زي ما بيقولوا يعني. انا عايزه اقول لك ان كل حاجه بتخلص ولكن اللي بتفضل الصوره، وهتقعدي على الالبوم ده تقولي تفتكري حياتك من خلال البوم الصور. فانا بقول ان اللحظه الحلوه لازم نسجلها، لازم تؤرخ لانها ما بتجيش كتير دلوقتي. يعني احنا لما بنقعد كده ممكن ما نشوفش افلام للملك فريد شوقي، ولكن نقعد نشوف جمال ارشيف لما بينزل الصور ننبسط وننبهر. ايه ده؟ فين لما كانوا في شم النسيم قاعدين بياكلوا فسيخ؟ ايه ده؟ ده الفنانين كانوا لطاف قوي مع بعض. الجيل اللي جاي لما هيشوف ده وهيشوفكم انتوا بتتصوروا هيقول ياه شوفوا دول كانوا بيحبوا بعض قوي وبيطلعوا الاقصر. دي حقيقه. اه والله. لا وفي نفس الوقت بتفرجي جمال بلدك للعالم كله يعني. فعلا انا وقعت في غرام اسوان، وقعت خلاص. لا انك جيتي وشفتيها قبل كده بس شايفاها. كنت صغيره جدا. واه طبعا دلوقتي منظور تاني، واتمنى ان اجي اقضي فيها وقت. ولا اسوان فظيعه وشعبها الطيب اللي ضحكته سمحه كده ويخش القلب، انا عشقتها. والشمس فريده شايفانا دلوقتي، هتقولي لها ايه؟ هتقولي لها ايه عن اسوان؟ وهل المدرسه عندهم بتعمل لهم الرحلات دي؟ لا للاسف ما يعني بتالي. لا فريده اه طلعت الاقصر واسوان هي مره. ملك لا ما طلعتش. لا يعني اتمنى ان المره الجايه هم يجوا معانا، لان للاسف الجيل بتاع اولادنا مش متابعين قوي الحركه السياحيه في مصر يعني. فاتمنى ان بجد يجوا معايا المره الجايه، لان لازم يشوفوا الجمال ده كله. لازم يبقى عندهم برضو صور ويبسطوا وذكريات ويعرفوا تاريخ بلدهم. هم عايشين على التكنولوجيا والانترنت بس. انا بقول لكل ام لازم تطلعي ولادك الاقصر واسوان وشرم الشيخ والغردقه، لازم تعرفي ولادك البلد قبل ما توديهم باريس والمانيا والديزني لاند والحتت اللي منبهرين بيها. احنا لفينا العالم كله، اجمل من مصر مفيش. وعشان كده انا ورانيا هنسجل لكم كل حته حلوه بنروحها، وهنكمل في مكان تاني. يلا بينا صوره الذكريات. اما نكبر يا رانيا انا وانت هيبقى عندنا كده. انا طبعا اكبر منك. لا لا. لكن لما نكبر زياده بقى عندنا 80 سنه
ونقعد انا وانت ونتفرج على الصور ونضحك. ايوه هنضحك على الايام الحلوه ديت ونقول كانت ايام جميله وكانت ذكريات. فين مصر زمان لما كنا بنروح؟ كان احنا دلوقتي بنشوف صورنا القديمه وبنقول الله كانت ايام جميله، كنا مبسوطين وبنضحك من قلبنا بجد، وكان الخير والبركه وكل حاجه والحب اللي كان مالي قلوب الناس والوسط فين دلوقتي؟ ما بالك بقى بعد 20 سنة هنقول ايه؟ خليكي محتفظة بيها عشان حلوة عليكي وفي أول عمل ليكي اطلعي بيها، وهننتقل لمكان تاني ولسه مكملين معاكم أجمل أيام عمرنا في أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة ونجوم مصر اللي مشرفينا النهاردة في رحلة سياحية لتنشيط سياحة محافظة أسوان. ¡Suscríbete al canal!